السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة نادية التعليم مع فيديو جديد. درس اليوم بعنوان ليزيكاليتي أي المتساويات. إذا هنا سنتعرف على كيفية إنجاز المتساويات. ليغاليتي دو دو نومبر راسيونيل. إذا هنا سنساوي بين عددين جذريين. Recopier et compléter les égalités suivantes. إذا سنعطي هنا بعض ليكزومبل أمثلة كيفية إنجاز المتساويات. عندنا المثال الأول A إيكال 5 سور 12 إيكال 10. إذا هنا نبحث عن العدد الذي لدينا هنا في المقام. إذا سنبحث عن هذا العدد. إذا لدينا 5 12 وهنا 10. إذا لنبحث عن هذا العدد نلاحظ هنا 5. إذا إن سألنا من 5 إلى 10، إذا نضرب 5 في 2، إذا 5 ضرب 2 لتعطينا، إذا 5 مضروبة في 2 تعطينا 10، إذا أيضا 12 سنضربها في 2، إذا 12 في 2 تعطينا 24، إذا بهذه الطريقة، إذا في أي عدد نضرب 5 لنحصل 10 في 2، إذا أيضا المقام نضربه في 2 فنجد 24. إذا مثال آخر لدينا هنا B إيكال سور 6 إيكال إذا نلاحظ هنا B تساوي 13 على 16 تساوي نبحث عن هذا العدد على ناقص 160. إذا هنا عدد نيجاتيف. إذا لدينا هنا الإشارة نلاحظ هنا ولكن هنا عدد موجب. ليكون لدينا هنا عدد موجب إذا يجب أن يكون لدينا هنا عدد سالب لأن السالب على السالب يعطينا عدد موجب. إذا سنضرب هنا في 10 حصلنا في ناقص 10 فحصلنا على 100 وناقص 160. أيضا هنا سنضرب في ناقص 10 فتعطينا ناقص 130. عندما نتخط السالب على السالب يعطينا عدد موجب. إذا من 16 إلى 160 ناقص 160 ضربنا في ناقص 10. أيضا نضرب 13 في ناقص 10 فنحصل على ناقص 130. إذا مثال آخر. دائما في المتساويات نستعمل عملية الضرب. إذا لدينا C إيكال 2 إيكال 15 إذا نلاحظ هنا متساوية ثلاثة جذور. إذا هنا ليغاليتي هنا ثلاثة جذور. إذا عندنا هنايا ثلاثة. إذا سنبحث عن مقام هذا العدد ثم بسط هذا العدد. إذا نلاحظ هنا ناقص 18 على 27. إذا من 2 إلى ناقص 18. إذا ضربنا 2 في ناقص 9 لأن علينا هنا عدد سالب. إذا 2 فوا موان 9 إيكال موان 18. إذا نضرب في ناقص 9. أيضا هنا أو 18 تقسيم ناقص 9. إذا 18 تقسيم 9 تعطينا 2. إذا هنا سنقسم أيضا 27 على ناقص 9. إذا من طريقة سألنا من 18 إلى 2 نقسم على ناقص 9. إذا من 27 هنا أيضا سنقسم على ناقص 9. إذا 27 على ناقص 9 تعطينا 3 لأن 3 ضرب ناقص 9 تعطينا 27. إذا هنا لدينا 3 ولدينا 15. إذا نلاحظ هنا 3 وهنا 15. إذا العدد نضربه في 3 فيعطينا 15 هو 5. إذا 3 ضرب 5 أيضا نضرب 2 في 5 تعطينا 10. إذا سأعطي مثال آخر فيه 3 جذور حتى تفهموا أكثر. إذا لدينا هنا D لدينا هنا في المقام 7 هنا لدينا 12 إذا نلاحظ هنا لدينا 7
إذا لدينا هنا 7، إذا العدد الذي نقسمه على 100 من 105 إلى 7، سنبحث عن العدد الذي نضربه في 7 فيعطينا 105. إذا سنقسم 105 على 7 و15. إذا عندما نضرب 7 في 15 تعطينا 105، أو نقسم 105 على 15 فتعطينا 7. إذا أيضا سنقسم 60 على 15 لنجد العدد الذي يكون هنا لدينا في البسط. إذا 105 تقسيم 15 تساوي 7، 60 تقسيم 15 تعطينا 4. إذا العدد هنا سيكون هو العدد 4. بالنسبة للعدد الثاني 2 ناقص 12 وهنا 60. إذا 106 105. إذا من 12 إلى 60 نضرب في 4 لأن ناقص 12 ضرب 4 تعطينا ناقص 60. أيضا هنا 60 تقسيم 4 تعطينا 12. أيضا سنقسم 105 على 4. إذا 105 تقسيم 4 تعطينا هنا عدد بالفاصلة 26.25. إذا هنا أعطتنا عدد 10. إذا هنا تعطينا عدد 10. سننتقل إلى مثال آخر حتى تفهموا أكثر. إذا مثال آخر لدينا هنا E 5 9 45 20. إذا سنوجد هذه المتساوية. إذا هنا لدينا 9 وهنا 45. إذا من 9 إلى 45 نضرب في 5. أيضا سنضرب البسط في نفس العدد أي في 5. إذا ضربنا هنا 9 في 5، إذا سنضرب البسط في نفس العدد. إذا 5 في 5 تعطينا 25. هنا لدينا عدد سالب -20. إذا هنا من 5 إلى ناقص 20 سنضرب في عدد سالب أي ناقص 4. إذا 5 مضروب، إذا ضربنا 5 في 4 ستعطينا 20، ولكن هنا لدينا ناقص 20. إذا 5 في ناقص 4 تعطينا ناقص 20. إذا أيضا سنضرب المقام في نفس العدد أي في ناقص 4. إذا 9 في ناقص 4 تعطينا ناقص 36. إذا نحصل على عدد سالب نضرب في عدد سالب. إذا هنا مثال آخر دائما مع المتساويات. مثال آخر إذا لدينا هنا F إيكال 7 9. إذا هنا أيضا نفس الطريقة. إذا لنجد الأعداد التي لدينا نبحث عنها هنا في المقام، وهنا لدينا عدد سنبحث عليه في البسط. نلاحظ هنا لدينا -3، إذا عدد سالب، ولكن هنا لدينا عدد موجب. إذا من العدد السالب إلى عدد موجب سنضرب أيضا في عدد سالب، لأن العدد السالب ضرب عدد سالب يعطينا عدد موجب. إذا لنحصل على عدد موجب سنضرب أيضا في عدد سالب. إذا العدد الذي نضربه في 15 في 3 يعطينا 15 هو 5، ولكن سنكتب ناقص 5. نضرب 3 ناقص 3 في ناقص 5. 3 في 5 15. إشارة سالبة في إشارة سالبة تعطينا إشارة موجبة. إذا هنا سنضرب في ناقص 5. أيضا سنضرب المقام في ناقص 5. إذا 7 في ناقص 5 تعطينا ناقص 35. إذا سنضرب هنا لدينا هنا 49 وهنا 7. إذا من 7 إلى 49 نضرب في 7، لأن 7 في 7 تعطينا 49. أيضا سنضرب البسط في نفس العدد أي في العدد 7. إذا العدد الذي نضربه في المقام هو نفسه الذي نضربه في البسط، نحصل على المتساوية.
إذا 3 في 7 تعطينا 21. دائما العدد الذي نضعه في البسط هو نفس العدد نضعه في المقام، سواء كان عدد موجب أو عدد سالب. إذا سنعطي مثالا آخر مختلف. إذا هنا لدينا A إيكال 5 سور 4 فوا إيكال 20 سور 28. إذا هذا مثال مختلف، لدينا هنا عدد وهنا في الخارج عدد، سنبحث عن العدد الذي لدينا هنا. إذا الكسر الذي لدينا هنا سنبحث عنه، إذا هنا 5 وهنا 20، العدد الذي سنضربه في 5 ويعطينا 20 هو العدد 4، إذا 5 ضرب 4 تعطينا 20، هنا 28 وهنا 4، إما نبحث عن العدد الذي نضربه في 4 ويعطينا 28 أو نستعمل قسمه، أي نقسم 28 على 4 لنجد هذا العدد. إذا 28 تقسيم 4 7، أو العدد الذي نضربه في 4 ويعطينا 28 هو 7. إذا مثال آخر مثل هذا المثال، إذا لدينا هنا ب إيكال 3 سيو 5 18 35. إذا سنبحث عن الكسر الذي نضربه في العدد 3 على 5 ويعطينا 18 على 35. إذا هنا لدينا 3 وهنا 18، العدد الذي نضربه في 3 ويعطينا 18 هو العدد 6، إذا نكتب هنا 6 لأن 3 ضرب 6 تعطينا 18. العدد الذي نضربه في 5 ويعطينا 35، إذا هنا إما نستعمل كما قلنا عملية الضرب أو القسمة، إذا العدد الذي نضربه في 5 ويعطينا 35 هو 7، أو 35 تقسيم 5 تعطينا 7، إذا إما نستعمل الضرب أو نستعمل القسمة. إذا مثال آخر، إذا درس المتساويات سيكون في الفرد الأول، إذا عليكم فهم هذا الدرس لأنه سيكون من ضمن تمارين الفرد الأول. إذا لدينا هنا 7 على 4، هنا 24 وهنا 56، إذا العدد الذي نضربه في 4 ويعطينا 24 هو 6، نفس العدد الذي نضربه في المقام نضربه في البسط، أي 7 أيضا في 6 تعطينا 42. إذا ننتقل إلى العدد الآخر، هنا 56 وهنا 7، العدد الذي نضربه في 7 فيعطينا 56 هو 8، أيضا نفس العدد نضربه في 4، 4 في 8 تساوي 32. إذا لدينا مثال آخر بالإشارة السالبة، إذا موان 3 سيو 8 إيكال موان 40 إيكال 24. إذا هنا لدينا موان 3 إذا وهنا 24، إذا هنا عندنا عدد سالب وهنا عدد موجب، إذا العدد الذي نضربه في العدد 3 فيعطينا 24 هو 8، ولكن بما أن هذا عدد موجب إذا سنضرب ناقص 3 في عدد سالب، إذا سنضربها في ناقص 8 لأن السالب في السالب يعطينا عدد موجب، أيضا هنا سنضرب في نفس العدد أي ناقص 8، إذا 8 ضرب ناقص 8 تعطينا ناقص 64 لأن السالب في السالب يعطينا عدد موجب، والعدد السالب في عدد موجب يعطينا عدد سالب. إذا لدينا هنا 40 ولكن عدد سالب، إذا هنا سنبحث عن العدد الذي نضربه في 8 ويعطينا ناقص 40، إذا عدد موجب، إذا سنضربه في عدد سالب حتى نحصل على عدد سالب، إذا سنضربه في ناقص 5 لأن 8 ضرب ناقص 5 تعطينا ناقص 40، كما قلنا هنا عدد سالب في عدد موجب يعطينا عدد سالب، إذا نفس العدد الذي ضربناه في 8 سنضربه في ناقص 3، إذا عدد سالب في عدد سالب يعطينا عدد موجب، إذا 3 في 5 15، لأن هنا تخلصنا من الإشارة. إذا هذا كان درس اليوم المتساويات أي إيزيغاليتي، تعرفنا على كيفية إنجاز المتساويات، في فيديو آخر إن شاء الله سننجز سلسلة من التمارين في هذا الدرس.